سواق التاكسي عمل ايه لما قلت له كده؟ يا عم ده اتجنن، ده انا بص خليته يعني مش على بعضه. عمال اقول ده الراجل اتجنن لدرجه ان هو بقى سايق تاكسي وهو واقف على رجليه. تخيل يعني امن على الكرسي وقف وقعد بقى يسوق بقى. كويس ان هو ما ريحش شويه في العصر. يا عم يريح مين ده، انا بقول لك جننته. كان يسوق وهو نايم. لا لا ولا نايم، انا ما خليت عينيه قد كده مش قادر يتكلم، وخليته بقى اقول له خش الشارع ده، طب لف من هنا، طب امشي في الصينيه دي. صينيه الشاي؟ لا الصينيه العاديه اللي هي في الشارع دي. انا افتكرت قعدتوا على القهوه وشربتوا كوبايتين. لا 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 الصينيه العاديه اللي في الشارع دي. وجنن بص الراجل لدرجه ان هو ما بقاش طايقني بقى خلاص، انا حسيت ان هو عايز يبيع البيبان بتاعه التاكسي. لا لا يا يونس فظيع. معانا هو فظيع. ايه ده في ايه ده؟ بتضحكوا على ايه؟ ازاي؟ يا بنت انتوا بتضحكوا قلت ادخل اضحك يعني. لا ادونا مبرر للضحك لو سمحتوا. بيقول لك راح فين؟ بيقول لك حته مش رايح في حته، بس بيقول لك في واحد ماشي النهارده من هنا. ايه يعني ايه؟ ماشي إيه؟ خلاص بقى هيركب التاكسي. وكمان كمان سواق تاكسي انا جننت. سواق ايه اللي حصل؟ ما تحكونا. بقول لك يا سيدي سواق تاكسي كان راكب معايا قاعد يلف. ده نكته ولا لا؟ ده قاعد يلف بيه الدنيا كلها علشان يجيبوا المدينه هنا، مدينه الانتاج. يا احمد انت اول مره تيجي مدينه، استنى بس اسمعني، اول مره تيجي مدينه الانتاج؟ لا انت بتيجي كل مره يا ابني. ما انت اول. تعالى 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 اما نحكي كده وننبسط. احنا في التو هو في. ايوه انت في الواد هنا واحنا في التو هنا. اسمعني طيب اسمعني 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 اسمعوا، انتوا عشان توفى واقفين في التو؟ احنا عند سالم وانت عند الحاج. ايوه يا عم ابراهيم. الله يديله الصحه. لا بص يا عم. لا عند محمود. لا عند ابراهيم. لا عند ابراهيم. لا يا جدع عند ابراهيم. لا 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 عند ابراهيم. اسمع بس. قول يلا قول. انا كنت عايز اجي مدينه الانتاج. ما ده طبيعي عشان شغلك. عشان شغلي بس الدنيا زحمه بقى وانت عارف، فقلت ايه ناخد طريق العين السخنه. كنت جاي منين؟ كنت جاي من بيتنا. من بيتكو؟ من بيتنا. طيب ماشي. وقلت اخد ايه بقى طريق العين السخنه. حلو. العين السخنه ليه؟ العين السخنه مش فاهم انا ايه اللي جاي. الجو برد. انت بيتكو فين؟ احنا بيتنا في غمره. في غمره. ايه اللي وداك العين السخنه؟ الجو برد. الجو برد. عايز عايز الدفى. عايز الدفى مع الراجل. انت اللي هتدفع. ماشي قول. الراجل السواق قال لي ماشي يا عم مفيش مشكله. اكيد مغفل. خلصنا بقى الطريق بتاع العين السخنه واحنا راجعين. عدينا على فين؟ فين؟ على السويس. منطقي هو العين السخنه يودي السويس. طريق السويس. انا بصراحه كان نفسي اكل الجمبري اللي هو الشريمبو ده. شريمبو اللي هو عنده شنب ده. ايوه. تحس ان هو قريبي يعني في شبهك شويه. في في شنب من بعض كده. هو نفس الحجم يا احمد. خلاص. وبعدين واحنا راجعين الراجل قال لي ممكن نعدي على بورسعيد. بورسعيد ايه؟ ده الخط الساحلي كله بقى. هو ده بقى عايز يروح بورسعيد. انت طالع من امتى؟ من يوم ايه؟ ما انا هقول لك ليه. اتفضل. عنده الاكسدام بتاعه في خبطه في الرفرف. عايز يغير اكسدام جمرك عشان جمارك. لا هو جايبه استيراد. ايوه فجاي له من بره. بعد ما خلصت بورسعيد بقى طلعنا على اسماعيليه. حلو. كان نفسه في المانجا. جاب مانجا عويسي. جاب مانجا عويسي مش هندي ولا فندق كده اصلي. ولا الهايدي الكبيره دي. لا لا عويسي. خلصنا يا عم قلت له بس خلاص يلا نرجع بقى على القاهره. لا استنى قبل إيه؟ قبل ما ترجع القاهره إيه؟ عدي بس على بور فؤاد. ليه؟ اشتري قميص وبنطلون استيراد حلوين كده بقى. وانا كوتشي 43 علشان انا مش هينفع. لا لا انا بصراحه كسف اكلمه لان انا ضايقته جدا جدا. بص خدوا انتوا كلموه. معاك نمرته؟ انا فين التليفون اهو. هات ما يهمكش التليفون اهو. خد اسمه ايه الراجل؟ اسمه عليلي. عليلي عليلي. عليلي ذهب الليلي وطلع عليلي. ايوه ذهب الليلي وطلع عليلي. يما ده كانت فيروز بتقولها في غلطان. ايه عليلي رد؟ لا استنى عمال. طب قولي عليلي كده. عليلي رد. عليلي عليلي. صباح الفل عليلي. عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ عشره بقى. الحمد لله. لا انت ما انا ما تعرفنيش. انا يونس صاحب احمد عامر. اللي هو لف معاك خط. اقول له اللي كنا راكبين مع بعض تاكسي السهره. اسمه تاكسي السهره. تاكسي السهره. كنا راكبين مع بعض تاكسي السهره. لا عليلي. لا عليلي مش لدرجة. لا ما ايه ده الدهوني. لا عليلي لو غلط الدهوني. عليلي لو غلط الدهوني. لا خد بقى. ايه ده؟ ايه عليلي صغير؟ ايه معذور؟ بعت التاكس ليه كده؟ معقولة بعت التاكس عشان عايزه؟ ده عايزك يا احمد. عايزك. خد بيغلط جامد وعايز. ايه عليلي بعت التاكس ليه يا عليلي؟ ده تاكسي السهرة ده عليلي. ايه بعت التاكس وسهرت بفلوسه؟ ليه كده عليلي؟ انت مديله كام يا ابني؟ طب قول له احنا هنصرف فين دلوقتي؟ يا عليلي انا مديك 80 جنيه. ايه؟ 80 جنيه؟ ده لغايه العين السخنه بس. والمانجا انا جايبها على حسابي وبقول الكلام ده قدامه وخليكوا شاهدين. طيب مين اللي كل المانجا؟ هو. ومين اللي قشرها؟ هو. ومين اللي سلقها؟ هو. ومين اللي يا راجل ما تضايقنيش بقى.